بصوا، احنا عايزين نتعود مع بعض في البرنامج ده على المصداقية والشفافية وقلة الأدب بدون أي تزويق أو خداع. أنا مش مضطر أضحك عليكم. حلقتنا النهاردة عن المخدرات. الحلقة دي عشان توصل لكم تعبنا فيها قوي. شهرين أنا وورشة الكتابة في رحلة بحث وتقييم لكل أنواع المخدرات. تقرير استقصائي كامل. حصل فيه خسائر كتيرة قوي. اللي أفور واللي أدمن واللي اتقبض عليه. وبالمناسبة دي لو حد من جمهور البرنامج يعرف أي حد في اسم تاني مدينة نصر، ياريت يستنى معنا بعد التصوير عشان رمضان زميلنا اتمسك بكمية واحتمال تبقى إتجار مش تعاطي. مهم، أول ما روحت للإنتاج قلت لهم عايز فلوس عشان أجيب مخدرات. حالة من الفرحة العارمة اجتاحت الأجواء. الاقتراح قوبل بالترحاب الشديد الحقيقة، وعشان كده حابب أشكر كل الناس اللي ساعدونا من فريق عمل البرنامج وفريق الإنتاج. والحقيقة إنكاراً للذات هم رفضوا اسمهم يتقال، بس أنا حابب برضه أوجه الشكر ليهم واحد واحد حتى لو هم مش عايزين. وائل سقاري، شكراً على بانجو، وأحب أقول لك الشكارة لسه فيها. رامي الإم دي كان هايل بشهادة الجميع. خشاب الكوك ما كناش هنعرف نجيبه من غيرك. ثانك يو بجد. كريم الحضري ربنا يفك حبسك. في الحشيش لازم اشكر احمد عبد الوهاب، محمد سامي، كريم سامي، محمد رمضان، محمود رمضان، وسام سيف، سمر الهنداوي، شروق، نانسي، وديدي، راندا، ايهاب البرجاوي. احب اشكر نفسي حتى هشام منصور. انا عارف انا مش عايز انسى حد. الوقت بيخلص عليا. البتاع دي اتقل مما كنت متوقع. عمرو بدوي، طارق بدوي، تامر نادي، احمد بوفيه، محمود، ثانك يو فور ذا سبورت، ثانك يو مودرن اكاديمي. انا بجد مش عارف اشكركم ازاي. شكرا على الجنب الذهبي، شكرا. نرجع لمرجوعنا. كنا في الاول عايزين نعمل تعريف للمخدرات، بس مش هنصيع على بعض. مفيش حد مش عارف المخدرات. لو في اي حاجه مش عارفينها فهي ازاي المخدرات بتيجي. ما عندناش اي معلومات غير عن الخط الاخير، رجل المهام الصعبه، الديلر، اللي بيحمل على عاتقه مسؤوليه في غايه الخطوره وبتحطه تحت ضغط نفسي رهيب لا يتحمله بشر. خلينا نقف لحظة ونقول، هو الديلر مطلوب منه إيه؟ مطلوب منه يحافظ على جودة منتجه، يهرب من قبضة العدالة، ويقدم خدمة عملاء كويسة، وفي نفس الوقت يشوف حياته الشخصية، يخرج مراته، يودي ابنه تمرين السباحة. إنسان زينا بيشق وبيتألم وبيتابع مسلسلات ما يعز الدين. كل دي ضغوط عليه، نتيجتها أنه بيتجنن وبيبرون وبيسيكب. فما تزعلش منه، تفهمه، حس بيه، لأن الضغوط اللي على الديلر بتخليه غصب عنه يلتزم بأقصى درجات الحذر.